بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية نستأنف مع السنة الثالثة ومع الصفحة رقم 77. نو بخونو لا باج 77. الصفحة 77. 60 يعني 60، 17 مقصود بها 17. 60 زائد 17 هي 77. في اللغة الفرنسية هكذا يقولون فيما يخص الأعداد. طبعا عندما نصل للأعداد سنبين هذا. نأخذ أول الصفحة. نأخذ بداية الصفحة. هنا lire et s'exercer. عندنا قراءة وتمرن comme d'habitude كما هو العادة. إذن فد الفقرة سنرى هاد التركيبة. إذن فد العبارة سنرى هاد التركيبة تأتي في العديد من الكلمات. إذن كما نلاحظ عندنا أ ثم عندنا أ أ أ. هاد التركيبة تنطق كلها تنطق مثل أ. عندما نرى أ أو بيان أ أ طبعا سننطقها مثل حرف أ تماما. مثلا كلمة باطو كما هو في كلمة باطو، أقول لو باطو. لو باطو يعني السفينة. إذن كما نرى عندنا ب أ با ثم عندنا ط أ أ أ أ أ. إذن ستنطق هاد الط مع هذه التركيبة ستنطق طو طو باطو باطو. إذن جولي لي مو كلاسي دون لو تابلو. جولي أنا أقرأ، c'est le verbe lire، هذا فعل قراءة. je lis les mots، أنا أقرأ الكلمات. classer classer هذا le verbe classer يعني رتبة. إذن هنا نتكلم عن الكلمات، نقول عنها كلمات classer يعني أنها مرتبة. إذن je lis les mots classer يعني أنا أقرأ الكلمات المرتبة. دون لو طابلو يعني في الجدول. إذن كما نرى أيضا كلمة طابلو أيضا تنتهي بهد أ أ أ. إذن التركيبة ككل تنطق أو. إذن نقول لو طابلو. جولي لي مو كلاسي دون لو طابلو، أنا أقرأ الكلمات المرتبة في الجدول. طبعا الجدول اللي عندنا هو هذا. على اليسار عندنا الكلمات التي تتضمن أ أ. طبعا ستنطق تماما مثل التركيبة الأخرى الموجودة على اليسار، حيث نجد الكلمات المتضمنة للتركيبة أ أ أ. نبدأ أولا باليسار. عندنا إن أوتوموبيل. إن أوتوموبيل طبعا كلمة أوتوموبيل تتضمن أ أ. ورغم أن أ أ تنطق مثل أو، فلا يمكننا أن نكتب مكان أ أ حرف أو مثلا، وإلا ستصبح عندنا كلمة أخرى غير كلمة السيارة. عندنا هنا إن أوتوموبيل المقصود سيارة، نقول إن أوتوموبيل. ثم عندنا il saute. il saute c'est le verbe sauter. طبعا سبق لنا ان راينا هذا الفعل والذي يعني قفز. راينا la tortue saute. السلحفاة تقفز. اذا il saute هو يقفز. ثم عندنا des chaussures. إن شوسور المقصود بها حذاء. طبعا نتكلم عن واحدة من هاد الزوج. طبعا عند الكلام عن زوج حذاء سنقول لي شوسور، أو كما عندنا هنا نقول دي شوسور. إذن هنا نقول أحذية. طبعا كما نرى هنا كأننا نقول أحذية أو حذاءان، المقصود زوج حذاء. تنعرف بأن الصباط أو الحذاء ممكنش لبسه واحد،
يعني خاصني جوج. نفس الشيء هنا الكلمة نشوفوها تنتهي بأس ثم مسبوقة بدي، إذا نتكلم عن جمع، إذا نتكلم عن هذا الزوج الحذاء. دي شوسيغ طبعا فعل صوتي ثم كلمة شوسيغ أنها تتضمن أي، أنها تتضمن أي تماما مثل كلمة أوتوموبيل، حيث تأتي هذا أي في أول كلمة ثم أنها تأتي في وسط الكلمة. ننتقل إلى الجناح الأيمن، حيث الكلمات التي تتضمن أي مثلا أن شابو، أن شابو. إذن كلمة شابو لا يمكن كتابتها بأي بل أي حتى تعطي معنى ديال القبعة. إذن شابو المقصود بقبعة أو طربوش. هذه كلمة شابو أيضا فقط كإشارة أن تأتي في التعبير عامي، يعني بالعامة أن الإنسان تنزع القبعة دياله وبشيء من الانحناء ينحني شيئا ما ليقول لك برافو، ليقول لك برافو يعني حسنا أو تشجيع أو شيء من القبيل. نقول شابو المقصود برافو، المقصود برافو. هنا عندنا ان شابو، ان شابو. إذن كلمة شابو التي تعني قبعة أنها تكتب بهذه الطريقة. ثم عندنا ان باطو، ان باطو يعني سفينة. ثم عندنا ديزوازو، ديزوازو، ديزوازو يعني طيور. ليزوازو المقصود بهم الطيور. إذن عندنا ان شابو، ان باطو، ديزوازو. طبعا هي في الحقيقة وازو، ولكن عندنا هاد اس ديال دي مع هاد كلمة وازو تنديروا لها ليزون، يعني بحال تربطوا بين الكلمات ما تنخليهمش مفروقا، يعني بحال تربطوا بالكلمتين. اذا نسمي هذا لا ليزون، لا ليزون تجي من فعل لي، لي يعني ربطة، لي او غلي يعني ربطة. اذا كاننا ننطق هاد اس، وملي تنطقوا هاد اس هاد الكلمتان عندنا هاد الاداة اللي هي الدي، ثم عندنا كلمة وازو يعني كل كلمة بوحدها. ولكن ملي تنقولوا ديز وازو بحال تتولي كلمة وحدة. ما معنى هذا؟ كأننا ربطنا الكلمتين. إذن هذه تتسمى لا ليزون. طبعا لا ليزون ممكن تكون بأس، ممكن تكون بالطي أو بأحرف أخرى. طبعا كما تلاحظوا بأن الأصل في النطق أننا نقول ديوازو، أننا نقول ديوازو، ولكن كما تلاحظوا بأن ديزوازو تجي أحسن من ديوازو، تأتي أحسن من ديوازو. نقول ديزوازو إذن في النطق دياله أحسن من نطق ديوازو. إذن نبخنو لو دوزيام باراغراف، نأخذ الفقرة الثانية. جونتون أو جونتون با أو، جونتون أو جونتون با أو. إذن طبعا الحال عندما قلنا جونتون، عندما نقول جونتون طبعا نستعمل لو فيرب أونتوندر، فنحن نتحدث عن لو فيرب أونتوندر يعني فعل سمع. جونتون أو جونتون با أو يعني هل أنا أسمع أو لا أسمع الصوت أو. اللي تهمنا في الصوت هو نسمعو أو، ما تهمناش في الصوت كيفاش يتكتب هاد أو، واش بأي أو بأي أو بأو أو بأحرف أخرى. إذن في الصوت تنتكلموا على الصوت كصوت. جونتون أو جونتون با أو، جونتون أو جونتون با أو. سنبخونو لا بخوميار إيماج. إذا أخذنا، إذا أخذنا الصورة الأولى كاسكو سي، ساتون، ساتون شات، ساتون شات. إذن هي قطة. ألوغ كونتون بخونونس لومو شات، est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son O, le son O. Alors, quand on prononce, عندما ننطق le mot chat, quand on prononce le mot chat, عندما ننطق كلمة قطة, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son O, le son O. إذن هل نسمع أو لا نسمع صوت O؟ Bien sûr, avec la prononciation,
دي موشات اون نونتون با لو سون او، مع نطق كلمة شات أننا لا نسمع صوت او. نو باسون على دوزيام ايماج، نمر إلى الصورة الثانية. كيسكو سي؟ كيسكو سي؟ سيتان كانار. سيتان كانار، لو كانار المقصود به بطون. نقول مثلا il lance des canards، بحال تنقولوا هو تيلوح، هو يرمي بط، ولكن هاد العبارة تعني هو يروج إشاعات. il lance des canards، طبعا في الترجمة ديالها كأننا نقول هو يرمي بط. طبعا تنتكلموا على كانار افيك اس، يعني كما لو نتكلم عن بطين كثير، هو يرمي بط، ولكن المقصود بأنه هو يروج إشاعات، بحالة يطلق الإشاعات. alors quand on prononce le mot canard est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son O؟ bien sûr en prononçant le mot canard on n'entend pas le son O. إذن عندما ننطق كلمة كانار أننا لا نسمع هذا الصوت، أننا لا نسمع الصوت O. Nous passons à la troisième image. Nous passons à la troisième image. نمر إلى الصورة الثالثة. Qu'est-ce que c'est؟ Qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ Alors, c'est un ruisseau. C'est un ruisseau. C'est un ruisseau. C'est un ruisseau. إذن هو جدول مائي أو نهر صغير. Alors, quand on prononce le mot ruisseau, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son O؟ En prononçant le mot ruisseau, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son O؟ إذن عندما ننطق كلمة ruisseau التي تعني جدول أو وادي صغير، هل نسمع أو لا نسمع الصوت O؟ Bien sûr avec la prononciation du mot ruisseau on entend le son O. إذن مع نطق كلمة ruisseau أننا نسمع الصوت O. Nous passons à la quatrième image. إذا مررنا إلى الصورة الرابعة، qu'est-ce que c'est؟ qu'est-ce que c'est؟ qu'est-ce que c'est؟ c'est un bateau. c'est un bateau. alors quand on prononce le mot bateau est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son O؟ عندما ننطق كلمة باطو التي تعني سفينة، هل نسمع أو لا نسمع الصوت O؟ Bien sûr, la prononciation du mot bateau comprend le son O. طبعا نطق كلمة باطو أنه يتضمن الصوت O. La prononciation du mot bateau comprend le son O. طبعا في كلمتي ruisseau et bateau أن O تتكتب ب E A U، أن O في آخر الكلمة يكتب ب E A U. Nous prenons la cinquième image. Nous passons à la cinquième image. Qu'est-ce que c'est؟ Qu'est-ce que c'est؟ C'est un chapeau. C'est un chapeau. إذن هي قبعة. Alors, quand on prononce le mot chapeau, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son O؟ Quand on prononce le mot chapeau, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son O؟ Bien sûr, avec la prononciation du mot chapeau, on entend le son O. إذن مع نطق كلمة chapeau, أننا نسمع الصوت O. طبعا chapeau بنفس الطريقة في آخر الكلمة يكتب هذا الصوت ب E A U. يعبر عن هذا الصوت ب E A U في كلمة شابو، وإلا إذا درنا شيء أو آخر ستصبح عندنا كلمة أخرى. et enfin في آخر nous passons à la sixième image et on se demande qu'est-ce que c'est؟ qu'est-ce que c'est؟ ثم نتساءل ما هذا؟ c'est un oiseau. c'est un oiseau. c'est un oiseau. إذن هو طائر. إذن قبل قليل رأينا الجمع اللي هو des oiseaux. des oiseaux يعني طيور. إذن un oiseau
أوازون مقصود به طائر. نستكمل في الفقرة القادمة إن شاء الله. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.